هنتكلم طبعا على الأشياء السيئة في الحياة اللي تكلمنا عنها في مقدمة الحلقة، أنه ترد إلى أذهاننا أفكار سلبية كثيرة تشوه حياتنا وتصيبنا بالملل الدائم واليأس، وذلك لأن مع تسارع الحياة ووتيرة الحياة بيتمركز فعلا في ذاتنا أو بيتسرب إلى مجتمعاتنا أفكار سلبية فتحاط بها دائما وما بتكونش عارف هي إيش أساسها سينا. بالضبط، وساعات بتبقى المسألة متوارثة، يعني تكوني سمعتي حاجة كده من طفولتك الأولى فكونت عنك او لديك انطباع عن شيء معين، وبعدين لما ممكن الصدفه تقودك ان ممكن تجربي هذا الامر تكتشف انه لا، كل اللي كان عندك دي مجموعه من الافكار السلبيه الوهميه. صح، اقول لك على شيء زي مثلا فكره التفاؤل بالخير او بالشر، لما تسمعي صوت بومه تقولي اعوذ بالله اليوم اليوم يومي مش حلو، او غراب او 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 حمار او وات ايفر ايا كان الحيوان اللي موجود، حقيقه فخلاص الفكره تورد في ده وممكن يغلق لك اليوم لما تسمعي صوت الغراب الصباح، بتتوهمي، بتفضلي الوهم هو اللي ماشي. طبعا علشان كده مهم فعلا نعرف يعني ايه افكار سلبيه وازاي نقدر نكافح هذه الافكار السلبيه، او بالاحرى ما نخليهاش تتسلل اصلا الى حياتنا او تسير تعاطينا مع الحياه. طبعا خلينا في البدايه نشوف يعني عينه من راي الشارع، نشوف الناس فعلا مدركه انه الافكار السلبيه ممكن تكون بتحكم سلوكياتهم ولا لا. هو لازم الواحد طبعا يكون متفائل، لازم يكون الواحد يعمل إعادة تأهيل لنفسه، إن هو دايما يكون باصص لحياة نظرة مختلفة، يفكر أفكار جديدة، لأن المجتمع مش مساعد إن هو الواحد يعني يطلع اللي جواه، فلازم الواحد من جوه كده هو من نفسه هو اللي يصلح من نفسه. أول حاجة طبعا لازم الواحد يكون واثق في ربنا، وبعد الثقة في ربنا الثقة في النفس، ودايما يعني أنسى اللي فات، ودايما اشيل من دماغي الافكار السلبيه والهواجس المش كويسه خالص، ودايما تكون نظرتي تفاؤليه للمستقبل اللي اقدر بقى ابني مثلا بيها مستقبلي، اقدر اخطط للمستقبل بتاعي وللسنين اللي جايه واقفل اي صفحه مش كويسه في حياتي. اولا يبتدي بنفسه هو، يعني يشتغل ويبقى كويس مثلا في المجتمع ويكون عضو منتج، يعني وهو يحس بالرضا بعد كده، يعني احساسك انك بتعمل شيء وتكون كويس وبتنتج وبتتفاعل مع المجتمع اللي انت عايش فيه ده هيخليك يعني في الافضل دايما على طول. طبعا الايمان بربنا دي حاجه مبدئيا، دي نمره واحد، بعد كده هو يحاول بقى يعني من نفسه يبتدي وبولاده وبجيرانه وبالكلام ده كله. يعني هو في حاجات سلبيه بتحصل في البلد ماشي، زي الموت والتشاؤم والحاجات اللي بتحصل في البلد ديت، فاحنا عايزين يعني لو نفكر في الله شويه ماشي ونتجه لربنا، بس احنا مش عايزين غير كده. جميل طبعا انه من خلال راي الشارع كل واحد له وجهات نظر بقصة انه يتفائل او يتشائم، هي اصبحت قصة تفاؤل او تشاؤم. صحيح، تكسبك مع الحياة. علشان يعني نفهم ابعاد الموضوع اكتر، يسعدنا ان يكون معنا الدكتور اشرف عبد الله استشاري الطب النفسي، علشان فعلا نتعرف منه على الكثير من مما هو سائد عن الافكار السلبية. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الخير والعافية دكتور. من خلال اطلاعك على راي الناس، وكل واحد له حياته وكل واحد بيحاول بقدر الامكان انه ياخذ الاشياء الحلوه من كل شيء بيشوفها، بس غصب عننا بتسرب لنا افكار سلبيه فبتعكر علينا صفو الحياه. هم وجدوا ان الافكار السلبيه على مستوى العالم بس مش عندنا 80% من برمجتنا السابقه سلبيه. السابقه تمام، يعني عندنا برمجه سابقه بتولد 80% من افكارنا الذاتيه في اليوم تبقى سلبية. نشأتنا وتربيتنا ولا ايش المقصود بالسابقة؟ النشأة والتربية والبرمجة السابقة عن طريق الآباء، المدرسة، المدرسة، الأصدقاء، الإعلام، كل هذه الأمور، الإعلانات كلها مركزة على توجيه أفكار سلبية أو تجربة سلبية. يعني جربنا حاجة، يعني إحنا فقدنا بهذه البرمجة، فقدنا حبنا لنفسنا حقيقي، في حب حقيقي لنفسي وثقة بنفسي، واستبدلتها باستحسان الآخرين وثقتهم. يعني دائما بشتغل على الاخر مش بشتغل على نفسي. بشتغل انا على الخارج، يعني على حتى الخارج. كل التعليقات على الخارج مش على الداخل، مش لكن على الداخل. هم فقدوني البرمجه دي، افقدتنا حبنا في حاجه اسمها حب حقيقي لذاتك، ده مش غرور. انا بحب نفسي ولا انانيه ولا انانيه. انا بحب نفسي، انا مش هقدر احب اخر غير لما قبل ما احب نفسي الا يعطيه. طبعا, طبعاً. طيب يعني مساله ان احنا بقينا نشتغل على الخارج، ان انا بقيت اشوف استحسان الاخرين لسلوكياتي اللي ممكن دي اللي تحكمني، هل ممكن فعلا حتى لو اشتغلنا على هذا المحور ده ممكن يغير كتير من الافكار السلبيه، من الافكار السلبيه حول ذاتي؟ طبعا ابقى يعني ممكن في حاجات كده في الوهله يعني غيري مرايتي، زي كانه غيري مرايتي.
لو انا فهمت الاصل من طلوع 80% من الافكار السلبيه هبتدي ممكن اغير، اقدر اشتغلت على المركز اللي بيطلع من الافكار السلبيه. احنا عندنا في الطب النفسي مثلا عندنا يومين في الشهر في حاجه اسمها ايه الدوره المزاجيه، عندنا يومين في الشهر بتجيلنا كلنا افكار سلبيه حتى لو انا ايه متدرب. بس يعني ايه افكار سلبيه عشان برضو نكون موضحين المساله؟ يعني افكار سلبيه دايما فيها اتهام للنفس، جلد الذات، تقليل من شأن الانسان، اتهامه بالفشل، جلد الذات، عدم رضا عن النفس، عدم رضا باي شيء، يعني التأنيب المستمر طوال الوقت، الاحساس الشديد بالذنب. لما دايما لما الواحد بيشوف سلوكه بيبتدي يأنب نفسه ويشعر بالذنب، كل هذه الامور ينظر للمستقبل يشعر بالقلق وان مفيش فايده فيها. طب يعالج ده ازاي؟ بيدمر الحاضر بتاعه. يعالج ده ازاي؟ مش حرص قبل العلاج هذا مش حرص يا دكتور، انه احنا دايما في حاله تجدد، دايما في حاله اصلاح للاخطاء، دايما في حاله محاسبه للنفس عشان ما تكونش مجرد ركام. هو في فرق عشان نفرق ما بين في فرق كبير قوي ما بين اللي انا اجلد ذاتي وبين ان اشعر بالذنب، في فرق اللي انا اتعلم من الاخطاء، في فرق كبير قوي. لان مساله النفس اللوامه دي يعني شيء محمود، شيء جميل انه الشخص دايما يلوم نفسه على اي حاجه سلبيه يكون بيعملها او اي شيء مش طبيعي بيعمله او حاجه مش كويسه. هو النفس اللوامه شيء جميل، بس حتى لما ربنا ذكرها بصيغه التعلم. انها هتخليني يعني اتعلم. يقول لك ايه؟ واتبع السيئه الحسنه تمحوها. خلاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش تمسك في حته الذنب وتفضل حتى ايه تأنب نفسك وتعاقب نفسك وتجلد نفسك بيه، خلاص ان الله يغفر الذنوب جميعا. انت اتعلمت منه ايه؟ حاول تصلح بقى. يعني ايه لو قعدنا، لو واحد تخيل انه بيقعد يجلد نفسه ويأنب نفسه هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه ولا شيء، هيفضل في مكانه ومش هيتقدم خطوه واحده. لكن لو ابتدى يتعلم من اخطائه وابتدى يحط ايه خريطه اخرى للنظرة للماضي، اللي أنا بتعلم من أخطاء وبحاول أصلحها، هيبتدي يحصل نمو وتطور. لكن لو أنا قعدت في أوضة وقعدت إيه أقول إيه ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ومفيش فايدة وبتاع ده، مش هقدر أتقدم أي خطوة لقدام وهدمر الحاضر بتاعي. ففرق كبير قوي ما بين تأنيب الذات والتعلم من الأخطاء. وربنا أمرنا حتى بالتعلم من الأخطاء وليس تدمير الذات. حتى في الصلاة ما قالش اللي هو إيه عمل أخطاء يجي يصلي بطريقة معينة، كله يصلي بطريقة واحدة. مفيش فرق. طب يعني هل ده يقع في نطاقه الافكار السلبيه عن الاشياء؟ يعني يمكن حضرتك كده بتتكلم عن الافكار السلبيه حول انفسنا، افكار سلبيه عن اشياء، يعني ان انا، وخلينا ناخد حتى ولو شيء مبسط، ان انا طول عمري واخد فكره انه الاكله الفلانيه دي طعمها وحش او ان هي بتسبب امراض معينه فببتعد عنها، تجي لي صدفه كده تخليني اكلها فاكتشف ان انا كنت غلطان في حكمي عليها. انا بدي بس مثل مبسط لانه في حاجات كتيره جدا بتحكمنا في حياتنا زي كده. ده هو ده اسمه خايف من بلد، خايف من مكان، خايف من تعامل مع شخص. ممكن يبقى في حاجات زي ما حضرتك بتتكلمي كده، افكار سلبيه عن اشياء تدخل في طور الخوف من هذه الاشياء، الفوبياز او المخاوف من هذه الامور، ممكن تدخل في مخاوف القلق من هذه الامور، ممكن تاتي من الاحباطات من هذه الامور. دي اشياء ممكن تلعب دور في حكمي على هذه الامور سلبي. لكن برضه جزء من حكمي على الامور سلبي نتيجه اللي انا شاعر انا ايه بالسلبيه. اللي انا شاعر بالايه؟ بالدونيه، اللي انا شاعر اللي انا مش كويس. فازاي هي هتقبل شيء خارجي؟ دايما هتلاقي دايما بحكم عليها بالسلبيه، دايما ايه بنتقدها قوي، دايما لا ارى الجمال في الاخرين ما دام لا اراه في نفسي. يعني يمكن اللي هو مثلا نورمان فينسنت بيل اللي هو مؤلف كتاب قوه التفكير الايجابي اللي هو باور اوف بوزيتيف ثينكينج، ده بيحكي عن موقف حصل له هو عنده 14 سنه ما اللي ايه كان شاطر جدا، والمدرس قال له اطلع اشرح لبقيه الطلبه، طلع ما عرفش يتكلم خالص وابتدى يعرق وابتدى قلقان. سيطرت عليه المخاوف وسيطرت عليه الافكار السلبيه. طبعا الافكار السلبيه ما تخلتوش ينطق ولا كلمه، خلاص عطلت ادواته، عطلت ادوات تفكيره، الناس مشوا. فالمدرس كان معلم كان جميل جدا، هو اللي عمل نورمان بنس بي. قال له مالك؟ قال له ما عرفش، انا حسيت ان كل حسيت ان انا فاشل، حاسس ان انا مش قادر اتكلم، مش عارف اطلع ولا كلمه. توترت. فقال له كلمة واحدة، جملة واحدة هو ذكرها في أول شابتر أو أول فصل في كتابه، قال له إيه؟ believe in God and believe in yourself. الله الله، آمن بالله طبعًا وآمن بنفسك طبعًا. جميل. وهو بقى دي قال هو نورمان فينسنت بيل، قال هذه الجملة هي اللي صنعت نورمان فينسنت بيل اللي هو إيه؟ بيألف الكتاب وهو جميل. اللي أصبح من أشهر إيه؟ دكتور احنا محتاجين ناخد المزيد من الارشادات، وان كان كلها هتندرج تحت هذا العنوان الكبير، ان اؤمن بالله واؤمن او اثق في نفسي، لكن خلينا ناخد فاصل.
مازال منورنا دكتور اشرف عبد الله استشاري الطب النفسي وبنتكلم عن الافكار السلبيه. دكتور اشرف، هل في عوامل بتحدد الافكار السلبيه؟ بمعنى انها متعلقه مثلا بجنس الشخص، متعلقه بفئه عمريه، متعلقه بمهنه معينه او بوضع اجتماعي، متعلقه بفصل من فصول السنه، ان ممكن تكون دي مواسم لتداعي الافكار السلبيه على الانسان؟ طبعا حضرتك بتتكلمي على جزء الخاص بالطب بقى النفسي اللي هنا، اللي هو الشق اللي هو دايما اللي هي المراحل العمريه الصغيره قوي والكبيره قوي الانسان بيشعر فيها بالضعف، بيبقى فيه الافكار السلبيه عاليه مسيطرة. في مراحل التطور، يعني احنا عندنا خمس مراحل تطور حياتنا، في كل مرحله بنسيب مرحله مثلا الطفوله ننتقل للمراهقه يبقى عندنا افكار سلبيه، ما عندناش ثقه في نفسنا، نسيب المراهقه نخش في الايه؟ في الايه؟ الشباب. في الشباب يبقى عندنا برضو ايه؟ افكار سلبيه، بنسيب الشباب نخش في الايه؟ في الادلت يبقى عندنا افكار سلبيه، بنسيب الادلت نخش في الايه؟ الشيخوخه يبقى عندنا افكار طبعا. سلبيه. فهذه في المراحل الانتقاليه دي بتبقى دايما بتصاحبنا هزه شويه وهي عمليه انتقال الافكار السلبيه. ممكن تهاجمنا لو عندي برمجه سلبيه عاليه ولا ما اتدربتش هتعامل مع البرمجه السلبيه، ممكن اتعامل مع البرمجه السلبيه العاليه دي ووصلها بدل 80 20 ممكن اوصلها ل 100. لسه هسال، هل لها درجات؟ لانه ممكن مساله مش الهزه ممكن تحصل بشكل طبيعي، انا سايب الثانوي ورايح الجامعه، ففكرتي عن الجامعه مهما كان عندي فكره عنها حتى لو ليا اخوات واصدقاء سبقوني للمرحله دي، لكن في رهبه طبيعي يكون في مرحله جديده طبعا. بالضبط، ما تندرجش تحت فكره الافكار السلبيه، يعني ما تبقاش حاجه ممكن توقف تطور الحياه او التعاطي مع المشكلة. يعني هما في درجات، في درجه اللي هي ممكن متقبله زي ما حضرتك بتقولي، في درجه ضعيفه، ممكن درجه متوسطه، ممكن درجه شديده، ممكن ما ابقاش قادر اتحمل خالص هذا الامر. ده ممكن ياتي برضو في حته تقلب المواسم، يعني في ناس لما يخش الخريف والشتاء مش باش طايقين اللي هذه الجو وهذه الظلمه، يعني ممكن حضرتك في السويد اللي هي بتبقى اكتر من ست اشهر ظلمه نسبة الاكتئاب والانتحار عالية جدا، لان هم مش ايه دي بتؤدي الى نوع من الافكار السلبية عند كثير من الناس. بالعكس في ناس بيجي في عند مواسم الربيع واختلاف المواسم ممكن يبقى هم عندهم الافكار السلبية، على حسب كل واحد تأقلمه وربطه الشرطي بهذه الايه؟ ببيئتها المحيطة بيه ومعطياتها. وجدوا طبعا ان الافكار السلبية ممكن تصيب المرأة اكثر من الرجل في بعض الاحيان. لكن اعتقد المراه في ظل التقدم اللي موجود اصبحت ممكن ايه تتجاوزها نوعا ما دكتور. تتجاوز يعني واصبح ممكن الراجل هو ايه يصل الى ايه افكار سلبيه اكتر نتيجه انه مش قادر يتحمل ضغوط الحياه اكتر من المراه في العصر الحديث. لكن جت فتره كتيره قوي كانت المراه هي الاكثر عرضه للايه الافكار السلبيه. طيب دكتور، لو اخذناها بنظره اكثر شموليه ولمسنا واقعنا المتغير من وقت الى اخر اللي احنا عايشين فيه تحديدا، دخول الاصراعات وانتشار الارهاب وغيرها وغيرها من الافكار اللي داخله علينا واصبحت واقع لم تعد افكار نحن نشاهدها يوميا، ما بتاثرش عليك انك تفقد الامل؟ خلاص ايش عاد باقي، انا اخرتي هموت، انا اخرتي مش عارف ايه. بتورد اوقات وبتجلس مع ناس يقول لك مش اخرتها الموت، انا اي شيء اللي يخليني اذاكر وانجح واجتهد واعمل واشتغل. وصلت الى هذا الحد مع ناس كثيره، مش هنقول مراحل اكتئاب وغيرها وغيرها، ولكن فقد للامل في معنى الحياه بسبب كل التوارد عليك، افكار سلبيه، اعلام، تعطيل في الحياه، ممكن ما تكونش بتشتغل، ما عندكش اي استراتيجيه لحياتك. ما هو السؤال حضرتك اللي احنا بنطرحه لما حد بيقول الكلام ده، متى خلت الارض من هذه الصراعات؟ الصراعات دي موجوده من اول ما الانسان اتوجد على الارض، من اول ما نزل على الارض هذه الصراعات موجوده، لم تنتهي. ولكنها تطورت. ولكنها تطورت واخذت شكل ممكن خدت شكل طبعا شكل جات في اوقات طبعا، يعني جنكيز خان ما اباد ناس كثيره التتار ما اعرفش، يعني بالضبط. كان في فترات كثيره فيها صراعات، يعني حتى ان هو تخيل الارض بدون صراعات هذه مشكله خطيره. يعني حتى لما سالوا ام، دايما الاب والام عاوز ابنه بمواهب دون ايه؟ دون ايه؟ صعاب او صراعات. بس وجدوا علماء التربيه ان الصراعات والايه والصعوبات اهم للطفل من المواهب، من المواهب، ان هذه الصراعات وهذه الصعوبات هي التي تثقل شخصيه الطفل، هي اللي تخليه عنده قوه شخصيه، هو اللي بتخليه عنده تريامف، عنده ايه الفيكتوري، عنده ان هو قدر ينتصر على هذه النقاط. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نقعد في الجنه، خلي بالكم طبعًا. يعني لو كنا خلقنا عشان نقعد في الجنه ادم في الجنه كان فضل في الجنه، لكن هو نزله لارض الصراعات لان ارض الصراعات دي هي اللي هتخلي الابداع، تثقل قدراته على مواصله الحياه، تخلي الابداع والتفكير وقدرته على التفكير وحل المشاكل هي اللي هتخليه ينمو ويعمل حضاره لحاجه شايفاها. عمرها ما كانت الحضاره تيجي لو احنا كنا قاعدين في كل حاجه سلام وكل حاجه فيها. طيب مع مجموعه هذه الضغوط دكتور، احنا كيف نقدر ناهل نفسنا ان احنا نخرج من الدائره السوداء الى الدائره المنتصف
يعني مش هنقول لا بيضاء ولا الرمادية ما بين الأبيض والأسود، على الأقل حتى أجيد أعيد تأهيل نفسي إنه مش ما كنتش زي نترجم العبارة اللي هي تؤمن بالله وأثق في نفسي. وأثق في نفسي هي عبارة رائعة وجميلة، لكن محتاجة شرح تفاصيل وتدريب، محتاجة فعلا إزاي مجاهدة. اسأل أي حد يقول لك لا أنا واثق من نفسي جدا، بس في الممارسات لا ما بيحصلش. إزاي بقى يدرب نفسه على إنه يثق بنفسه حتى ما يكون عنده يقين إلهي إن أنا هنجح؟ مفهوم الثقة حتى عند الناس مختلف. بالظبط، ما هو مفهوم الثقة مختلف لأن مفهوم الحب مختلف. احنا ما فهمنا، يعني هم وجدوا ان الاطفال لما بيجوا في الحياة، لما بنيجي في الحياة ما يبقاش عند ايه، يبقى مبرمج على انه ايه، ينظر الى عين اباه امه وباباه عشان يشوف هم راضيين عنه ولا يبتدي يتلقى الحب منه. هو متبرمج انه يحب بابا ومامته، ما بيحبش نفسه، هو بيتعلم حب نفسه من نتيجة من خلال الاب والام. كثير من الاباء والامهات بيعملوا ايه، بيعملوا حب مشروط. انا بحبك عشان انت شاطر في المدرسه، انا بحبك عشان عملت كذا، لو ما عملتش كذا مش هحبك. فبيترتب على كده ده اسمه حب مشروط. طبعا هذا الحب المشروط بيخلي الطفل ما عندوش حب لنفسه، واعتقد هذا الطفل ممكن يكون داخليا ما عندوش حب لنفسه، للافكار السلبيه. بالظبط، لانه مع نظره عين الام انا مش عاجبني اليوم، خلاص اكتلبت حياته غم. أيوة. حقيقه. ودايما بتربطه، انت مش عاوز تعمل لي كده يبقى انت ايه، انا هقوم اعمله واتحمل التعب، يبقى انت ايه بحملك ايه مسؤوليه إيه؟ او اللوم الذات ان انا خليتها الذات. تتعب، خليتها تعمل. صح، طب دي موجوده، اصبحت موجوده عندنا كلنا بدرجات مختلفه جوانا. صح، اللي احنا فقدنا مش عارفين نحب نفسنا، مش قادرين نحب الاخرين، فازاي هثق في نفسي؟ صح، يبقى انا عاوز حاجه نوع من الانتروسبكشن، او عاوز نوع من الاستبصار الذاتي، لأنا أراجع معاش كل واحد يراجع نفسه شوية ويرجع شوية للماضي ويعرف أن ربنا خلقه، مش خلقه هو اللي أبدعه، هو اللي اداه، هو اللي اداله المواهب. طبعًا. يعني ويليام جيمس يقول إيه، نحن لا نستخدم إلا 3% من قدراتنا. فبالك بقى لو استخدمتي 4% ولا 5% تبقى عاملة إزاي؟ طبعًا. هذا طبعًا. هو الإنسان. يعني يمكن ديل كارنيجي لما قال إيه، لما قال الكتاب ده القلق قبل الحياة. الحياة عمل شابتر، عمل فصل يقول إيه، احترم ذاتك، حب ذاتك، اكتشف ذاتك، لا يوجد في الكون شيء أن يشبهك. ايه اللي بيخلينا من حب ذاتنا؟ لان لو نلاحظ ان كل النصائح منطلقه من ان الشخص يحب نفسه، يقدر نفسه، يبقى عارف ان هو حتى يحط قدراته في حجمها الطبيعي. ايه بقى اللي بيخلينا، ايه اللي بيخلي الدنيا تتلخبط كده جوه عقلنا وما نحسش ان احنا فعلا قادرين ان احنا نحب ذاتنا او نثق في ذاتنا؟ ما بقول لحضرتك، هو نتيجه التيار اللي طالع من جوه، اللي انا ما اتبرمجتش على حب نفسي، اتبرمجت على ايه؟ فلان حضرتك هتستحسن، او اتبرمجت على حب ذات مبالغ فيه فوصل لدرجه الانانيه والغرور ان انا مش شايف نفسي ان انا وحش او مش شايف حتى اخطائي. يعني يا اما كده يا اما كده، ما بقاش في مهيئة شعره. لذلك الكلمه اللي حضرتك بتقول، الجمله اللي هو قالها للمعلم لنورما فينسبيل، ده بيفسر الحل كمان. اللي انا تو بليف ان جاد، اللي انا مؤمن ان ايه، ربنا هو اللي خلقني، موجود هو اللي خلقني. طبعا ان كل مجتهد نصيب. وده مخلاني يبقى هو ابدعني. طبعا وهو الابداع ميزني ميزني. طبعا الابداع ميزني ميزني طبعا. فده كلها دي جزء شق مهم جدا. يمكن الصلوات، الصلاه بتبقى مفروض باخد منها، بدل ما اقعد اشعر فيها بالذنب زي ما الناس بتقول، لا انا اشعر فيها بالحب، بالحب وبالطاقه، بحب ربنا وبحب نفسي لان هو ربنا ابدعني. وزيك في الصلاه حضرتك لو لاحظت دي، ما فيش اي حاجه تنم على الشعور بالذنب، كلها حاجات جماليه. بالعكس انت كمان بتخرج من الصلاه وانت مرتاح. في الدين في كده فعلا، عباده الاحرار، الاحرار، ان انا بعبد ربنا بحب مش بخوف. ايوه بالظبط، هو ده اساس اللي إيه؟ لما بحب ربنا هبتدي احب نفسي، لما اخذها عباده يعني مش عاده. لما اخذها عباده يعني مش عاده، بس مارست العباده بحب وشفت الجمال اللي ربنا خلاني بيه وانا ما خلقتش نفسي، هبتدي ابقى عندي في 5 مرات في اليوم مدد من الحب لنفسي. طبعا ناخد من ده يعني سلوكيات عامه في الحياه، ان انا اقبل على اي شيء بحب واعمل فعلا اللي انا بحبه واللي انا شايف نفسي فيه. واؤمن ان رب العالمين خلقني وميزني، حتى وان كان في زيي كثير لكن عندي ميزه غير اي حد. بنشكر حضرتك دكتور اشرف عبد الله، استشاري الطب النفسي، ويا رب فعلا فعلا نقدر كلنا نحارب الافكار السلبيه ونعمق ونؤكد على الافكار الايجابيه في الحياه. اكيد.